نعترف بالجميل، نعترف بالجميل لكل من يساهم ويقف من أجل تنظيم محكم ومن أجل نجاح هذا المهرجان الذي وصل إلى عمره هذا 30، ونتمنى له طول العمر إن شاء الله. تنظيم تقوم عليها السلطات المحلية والولائية للولاية، وتقوم عليه كذلك محافظة المهرجان، ويقوم عليه بالتحديد أكثر جمهور باتنا وجمهور تيمقاد الذي لا يترك إلا الانطباع الجميل والرائع عند كل المشاركين وكل الوافدين إلى باتنا وإلى تيمقاد. نفتتح معكم على بركة الله هذه السهرة الطيبة التي كما قلت ستجمعنا تحت سقف مغاربي جميل رائع فني راقي بفرقة جاءتنا من هذه المنطقة بالتحديد من منطقة نقاوز، فرقة الرفاعة للفن من منطقة نقاوز، والرحابة وأجمل السهرات جمهورية الحبيب. هيا في خاطركم كامل.